ولنقاش ملف انتهاكات حريات الصحافة في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية الأستاذ هادي جلو مرعي من بغداد. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا. كنتم قد أصدرتم في مركز المرصد بيانا عن الحادث الذي وقع للزميل الصحفي والإعلامي أمانج محمد نوري، بماذا تفسر الرواية الحكومية لحادث الاغتيال؟ نعم، في الواقع الرواية مرفوضة من قبلنا، يعني لأنها هشة ولا تلبي طبيعة الواقع التي جرت. أنا قلت يعني على أكثر من وسيلة إعلامية وفي تصريحات سابقة أنه ظروف الحادث ومشاهدات الناس وكذلك ظروف العائلة، يعني زوجة الصحفي أمانج باباني لانا محمد، وهي أيضا تعمل صحفية، وابنه الصغير وعمره لا يتجاوز السنتين، هم يشكلون عائلة سعيدة في مقاييس العمل المادي والوظيفي وربما طريقة الحياة، وبالتالي لا توجد ظروف يعني مواتية لتدعم أو تدعم نظرية أو فرضية أنهم ذهبوا انتحارا، يعني هذا أمر غير معقول ولا نريد أن نخوض في هذه التفاصيل. أنا أعتقد أنه الملحن بالنسبة للسلطات السليمانية أن تقوم بواجبها في هذا الاتجاه وأن تلاحق المجموعة التي قامت بعملية القتل وأن تكشف للرأي العام طبيعة هذه الجريمة، لأنها جريمة أولا بحق الإنسان بعيدا عن كونها جريمة بحق صحفي وأسرة هذا الصحفي، وجريمة بحق الطفولة، يعني شيء بشع أن يقتل طفل بعمر السنتين، يعني أمر غير مقبول في الواقع. ونحن بالتالي نأمل من السلطات الأمنية في الإقليم، و اليوم يعني عزز ذلك ببيان من حكومة إقليم كردستان بأنها ستقوم بعمليات تحقيق وأن حكومة الإقليم سوف تقوم بكل ما عليها في هذا الاتجاه. نعم. وهذا أيضا بيان في كل الأحوال ربما يساعد في مضي التحقيقات في هذا الاتجاه. في هذا السياق أستاذ هادي، على غرار هذه الحادثة، حادثة اغتيال صحفي أمانج، هنالك حركة هجرة للصحفيين والإعلاميين من بغداد نحو كردستان العراق وإلى خارج العراق بسبب التضييق الذي يعانون منه في الفترة الأخيرة منذ انطلاق التظاهرات. كيف تفسر الأجواء التي يعملون فيها؟ طبعا كما تعلمون وفقا لمقاييس ومعايير العمل المهني الصحفي في العراق ومنذ عام 2003 مع الانفتاح الكبير في وسائل الاعلام لم تكن هنالك ظروف طبيعيه واجهت الصحافه والاعلام في العراق، وجود قوات الاحتلال الامريكي، المشاكل الطائفيه، المشاكل الامنيه، هشاشه الوضع الامني في اوقات مختلفه ادى ذلك الى سقوط العديد من الضحايا من الصحفيين وهجره اخرين. في هذه الايام في الواقع ايضا هنالك ظروف غير مواتيه للعمل الصحفي نتيجه الاحتجاجات والتظاهرات التي تندلع بين حين واخر، ويكون الصحفي وهو كما تعلمون طرف محايد في الموضوع وطرف عليه تغطيه الاحداث مهنيه وواقعيه، لكنه يواجه تحدي صعب لان ليس على الدوام هنالك من يتقبل العمل الصحفي، هنالك في الواقع خشيه من هذا العمل وخشيه من طبيعه التغطيه، و لذلك يواجه الصحفي محنه حقيقيه في الوصول الى مكان الحدث وفي اداء دوره وفق معايير المهنه الصحفيه المعروفه في العالم. الاوضاع في العراق لا تتيح على الدوام ان تكون المعايير المهنيه الحديث متبعة. عن الاوضاع في العراق استاذ هادي يقودنا لان معظم هؤلاء الصحفيين الذين اضطروا الى الخروج او الذين تعرضوا للاعتقال او التضييق كانوا يعملون في الكشف عن ملفات فساد. هل هذا يعني أنه كان عليهم التكتم عن الحقائق؟ يعني هو الأساس في الموضوع، أنا برأيي كمراقب للشأن العراقي منذ سنوات طويلة وأعمل في هذا الميدان، لا أعتقد أنه الميدان العمل الصحفي المتعلق بالفساد هو السبب الأساسي في الواقع. هنالك عدة أسباب، يعني قلت أنه هنالك أسباب أمنية مرتبطة، يعني خصوصا في الآونة الأخيرة مرتبطة بالتظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها بغداد ومدن عراقية أخرى، ووجود صحفيين وفرق إعلامية تحاول تغطية هذه التظاهرات
وقد لا يعجب ذلك السلطات الأمنية، لأنه عادة ما لا ترغب أي حكومة في العالم إذا شهدت البلاد اضطرابات ما لا ترغب في أن تكون هناك تغطية مباشرة قد تضعف أثر الحكومة أو وجودها أو دورها، وهذا يدعم فرضية أنه الصحافة في العراق فعلا هي تعاني من مشكلة أساسية في بنية وجودها في ظل ظروف الأمن وفي ظل ظروف التظاهر في ظل ظروف اختلاف الرؤى والتوجهات من بيئة إلى أخرى، وأيضا يعني التغيير سريع والديناميكي. شكرا جزيلا لكم رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية الأستاذ هادي جلو مرعي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد، والمعذرة على المقاطعة لضيق الوقت.